السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير، يا أهلا وسهلا مشتركين الجدد منورين قناتكم. تم اليوم الكشف عن رينج روفر موديل 2022 نسخة SUV أوتوبيوغرافي. كما تلاحظون اللون الجديد، تأتي السيارة بلونين، لون العشبي والسقف باللون الأبيض مع قنوط مقاس 22 إنش. طبعا هذه فئة الفول كامل رقم واحد بزوائد، تصميم جميل جدا ولون أفخم ورائق. لاحظوا الواجهة، هناك عدة ألوان وفئات لرينج روفر موديل 2022، وتعتبر فئة الاس في هي أعلى فئة. كما تلاحظون شعار الاس في، لا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.